هذه الصور التي تظهر أمامكم من مراسم تشييع نحو 70 شخصاً في الوقت نفسه قتلهم القصف الإسرائيلي في غزة. المشاهد هذه تتكرر يومياً خارج مستشفيات القطاع بسبب الأعداد المهولة للضحايا التي يخلفها القصف يومياً، ما دفع الغزيين لتشييع العشرات ودفنهم بالوقت نفسه لفسح المجال في المشارح لاستقبال المزيد من الضحايا بعد أن فاقمت أعدادهم قدرتها الاستيعابية. الأمر هذا يجبر العائلات في غزة على توديع ذويهم على عجل ويحرمهم من لحظاتهم الأخيرة معهم كما يتمنون. ولتخفيف الحمل عن المشارح، متطوعون قاموا بتقديم شاحنات تبريد لوضع الجثامين بداخلها حفاظاً عليها من التحلل في الخارج، ما يسمح للأهالي بالتوجه إليها والتعرف على ذويهم قبل استلامهم ودفنهم.